معكم غزالة ديلي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال وأفضلها دائما إن شاء الله يا ربي. حنا تلاقينا عاوتاني مع وصفة جديدة ديال التختوليت الصغيورين، راقيين وغزالين كيصلحون جميع المناسبات وجميع الأوقات، ولدادين حلوين كيحمقوا. وأبسط المقادير والوصفات كنتمنى تبعوني حتى الأخر ديال الفيديو باش نشوفوا طرق ومقادير ديال تحضير هاد لي تختوليت ونبداو على بركه الله. بالنسبه للمقادير عندنا عجينه مرمله، 250 غرام دقيق، 120 غرام زبده لينه، واحد البيضه وسكر فاني وقبصه ديال الملح. في وسط الاناء غادي نعمل الزبده والسكر كلاصي يتمزجوا مع بعضيتهم. دائما الزبده قبل ما نبداو الخدمه ديالها او الخدمه بها تكون في حراره المطبخ باش كتعطينا الليونه الخدمه وكتسهل علينا العمل. غادي نعمل مع السكر كلاصي، وغادي نعمل رشه الملح، وغادي نزيد لافاني. بالنسبه للفاني يمكن لك تستعمل خنيشه ديال السكر فاني، واللي عندها بودر فاني تعمل نصف ملعقه لانه كيكون كونسونطري والريحه ديالو مجهده بزاف. غادي نمزج العناصر كامله مع بعضيتها حتى نحصل على خليط بوماد لين، يعني الزبده تكون دابت ودمجت مع السكر الكلاصي وعطتنا خليط لزج اللي غادي يسهل علينا الدمج ديالو مع باقي المكونات اللي هو الدقيق. بالنسبه لهاد العجينه هي عجينه مرمله، كنعتمد انا بزاف الوصفات ديال اللي تختوليت بحال هكذا اولا في الكيش، كتعجبني كتجي مرمله وهشيشه وسهله في حتى في الخدمه ديالها وما كتحشمكش، يعني تستعملها في اي وصفه غادي تحمر لك وجهك وكون اكيده غادي تكون ناجحه معك. غادي نزيد الدقيق شويه بشويه وغادي نبقى نرمل هاد العجينه. هذه ما كتحتاجش العجين لا دليك ولا كتجمع حتى بماده سائله، هذه فقط كندمجوها مع الزبده اللي كتكون حيوانيه من الافضل. يمكن لك تعتمد او تستعمل الزبده نباتيه، ولكن انا كنفضل الزبده حيوانيه. اولا كتجي في المذاق غزاله وكتجي حتى في الخدمه ديالها رائعه، يعني لاباط كتجي معك مهرمشه وهشيشه داغيه كتكال. غادي نبقى نخلط هكذا الخليط او العجين بين يدي كيف كتشوفوا بحال اللي غنكونوا كنفتلو سكسو مثلا، باش كتعطي ديك الزبده ديك الماده الدهنيه كتدخل في الطحين او في الدقيق بسهوله، وما غنحتاجوش اننا نعجنوها. يعني هاد العجينه مرمله فقط كنرملوها هكذا بين يدنا حتى كنحصلوا على خليط مرمل جميع العناصر مندمجه في بعضيتها. غادي نواصل هكذا التخليط او الترميل ديال العجينه، وهاد العجينه كيف قلت لكم ما كتجمع حتى بماده سائله، لان الا تعجنات غادي تعطينا الالاستيك، تعطينا القوام الالاستيكي او المطاطي اللي غادي يخلي العجينه تبقى تمدد معنا في الحراره ديال الفران وغتقلص وغادي تدي فورما وما تعطيناش حتى القوام ديالها. غادي نجمعوها بالبيضه، بيضه واحده غادي نجمعوها بها، وعلى الطريقه اللي خدمنا بها الزبده والدقيق يعني كنرملوها، غادي نجمعوها غير باطراف الاصابع كيف ما كتشوفوا حتى نشوفوا ان العجين تجمع معنا وندمج كامل، يعني غير بشويه حنا غنبقاو نجمعوها وما كندلكوهاش ما نعطيوها لا دليك لا والو. وبالامكان ديالنا نستعملوا هذه العجينه هذه او نعجنوها حتى في العجانه، كتكون سهله وكتعطينا الخدمه كذلك. غادي نستمر في الجمع ديال الخليط كيف ما كتشوفوا غير بشويه وانا كنتكي حتى غادي تجمع، وغادي نشوف ان ديك الفتاوت او ديك البقايا تجمعات كامله كيف ما كتشوفوا غير كنبريس عليها. بالنسبه للاحتفاظ ديالها يمكن لك تستعمل كميه كبيره مثلا وتغلفها مزيان بابي فيلم او سلوفان تخليها في الفريكو الى وقت بغيتيها تحتاجها في اي وقت غادي تلقاها مزيانه. انا غادي نلوي هذا بابي فيلم وغندخلها للثلاجه ترتاح 21 حتى 30 دقيقه. من بعد ما ارتحت غادي نتلقى لا بوست ترافاي بشويه ديال الدقيق، ما كترولاش الدقيق بزاف باش ما تشرباش العجينه، وغادي نقطعوها ونشكلوها على القوالب اللي عندنا كيف ما كان الحجم ديالها سواء صغير او متوسط.
هذا كيبقى اختياري وذوق كل وحده على حسب المتوفر، ولكن غادي نقطع العجينه بلومبورت بيس او بالقطع اللي غادي يكون كبير على القالب باش يسهل لي انه يتشكل فيها او يدخل فيها بكل سهوله وما نلقاش معاه صعوبه في الضغط ديالها على في القالب فوسط القالب. بالنسبه للتسريح ديال العجينه ما كنسرحوهاش او ما كنطلقوهاش رقيقه وما تكونش غليطه، يعني مويه باش حتى في العضه او في الماكله ديالها كتجي سهله وخفيفه. انا هنا غادي نقطع العجينه ديالي ومن بعد غادي نبقى نشكلها في القوالب ديالها اللي غنكون ديجا دهنتهم واحد شويه الزبده ورشيتهم بالدقيق باش نتفادى اي التصاق للعجينه ديالي. كيف ما كتشوفوا شكلتها في القالب بهذا لا فورم هادي، وغادي نعوضها كنعوضها شويه بشويه من الجوانب وانا كنضغط عليها باش تعوض الفورمه ديالها وكتاخذ شكل القالب، وهذا غادي يخليها انها ما تنزلش معنا في الفران مع الطياب ديالها في الحراره. من موراها غادي نتشكها واحد شويه شي تكات خفافين سواء بالفورشيت او لا بالكيردو، يعني على حسب الحجم ديال القالب اللي غادي يعطيك ان كيفاش غادي تستعمل ديك التكات ديالها. ضروري ما تشكوها شويه باش نتفاداو الانتفاخ ديالها. غادي ندخلها ديك الساعه الفران طيب على درجه 170 درجه تنشوفها انها تحمرت لي مزيان، ما نبالغش في الطياب ديالها باش ملي نجي ناكلها ما تكونش معايا العجينه قاصحه، ولو ني هاد العجينه كتجي هشه ورطيبه. كيف ما كتشوفوا انا كنشكها وغندخلها الفران وغادي ندوز نحضر. بالنسبه للكريمه عندي 500 سنتيلتر ديال الحليب، 3 معالق كبارين السكر، و4 معالق بودره كريم باتيسري، وكميه كتبقى على حساب الذوق كل واحده. غادي نخلط السكر مع الكريم باتيسري او بودره الكريم باتيسري وغادي نعملها مع الحليب حتى تغلى كما كان معودين او متعودين اننا نحضروا الكريم باتيسري. بالنسبه للحشوه كتبقى اختياريه، يعني بامكانك تعمرها اللي تاخذوا اللي باش ما حبيتي. في اناء او في كاسروله غادي نعمل الحليب يغلي معاه البودره ديال الكريم باتيسري والسكر، وغادي نبقى نخلط شويه بشويه على نار هادئه. دائما نطيبوا هذا الكريم باتيسري على نار هادئه باش ما تلتصقش معانا في الكاسروله، وفي نفس الوقت ما تعطيناش العقد، يعني ما تعقدش وهي كطيب، واللي الا التصقت كتخلي واحد المذاق ديال الحرق خايب. غادي نستمر هكذا، انا كنحرك غير بشويه ونخليها حتى تغلي على خاطر ونشوف الخليط بدا كيتقل، عاد غادي نطفي عليه وغادي ندوز نعمرو في القوالب ديالي. بالنسبه للكريم باتيسري الا بغيتي تنسمه باي نكهه هذا كيبقى اختيار واضافه من عندك، يعني على حسب ذوقك. يمكن لك تزيد معها لافاني او اي منكه، يعني غير يعطي واحد لوغو مزيون للكريم باتيسري ديالك. غادي بعد ما خليتها بردات واحد شويه غادي نعمرها في القوالب وغادي نزينها بالفاكهه. تزيين كيبقى اختياري على حسب ذوق كل وحده. انا عملت بنان والتوت الازرق وشويه ديال الخوخ، ولكن انا الخوخ ما عجبنيش في التزيين ديالها حيدته وبدلته بالفريز. هذا غادي نشوفوه في التزيين من بعد لان تحيد في المونتاج، مش ما بغيتش نطول عليكم بزاف في الفيديو. كيف ما كتشوفوا ما كنعمروهاش بزاف حتى الراس، حيت باقي غادي نعملو فيها الفاكهه وغادي نضغطوا عليها، هي اللي غادي تعطينا واحد شويه ديال الفوليوم للكريم باتيسري، يعني غادي ترتفع بديك الضغطه هذه.
واستفسارات او تساؤلات اذا كانوا عندكم ما تبخلوش عليا بارائكم كيف ما قلت لكم، خليهم لي في صندوق التعليق وانا غادي نشوف كل شيء وغادي نجاوب عليه ان شاء الله. كنتمنى لكم وقت سعيد وكنتمنى تزيدوا تواصلوا معايا في مواقع التواصل الاجتماعي الاخرى، ودمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.